ما يا رجال، أنا لأني لسه مهتم لدم اليمنات ما عم أعطيك إياها الفرصة. يا أما بترجعي معي يا أما ذنبك على جنبك. هذا الاسم جوزك ما رح يحميكي. خلص بقى الياس، بكفي، تركني بحالي. أنا ما أذيت حدا، أنا اخترت الطريق اللي برتاح فيه. طريق ترتاحي فيه؟ أيوة. واتركك بحالك. ولك انت بتعرفي شو عملتي فيني؟ ولك انت خنتيني وخنتينك، بشو احسن مني؟ بشو؟ بكل شيء. انا بيع الدنيا كلها كرماله. بكفي انه رجال ما جايب خمس زلم مشان يمسكوا بوحدي. فريد! شوقتيني اكثر اني استنى يوصل هالرجال لنتعرف عليه كلنا. بدك تعمل يعني؟ رحقت لو قدام عيونك. ما حضرت. بدك تضطر تقتلني انا قبله. ما عندي مشكله. شو بيضلي إن ما رح تأذي؟ ولا شي، ضمانة روحه هي أنت. ماشي بخربتي. لا تجيبي شي، امشي هيك مثل ما أنت. موبايلك موبايلك موبايلك. شو في حل؟ هلا رح تظهري معنا بكل هدوء. جربي ما تسمعينا صوتك الحلو قدام الناس، اوكي؟ صحيح. شرفي. رح اضل ماشي ورا لحد اللي تصير بامان. ما في داعي. كفي تخلي واحد من جارك يلعب بيت وسيب الراجل.